لسه عايزين نعرف تفاصيل اكتر، ومحتاجين طبعا نسمع يعني معظم الاراء الفنيه، ولكن خلونا نستقبل دلوقتي تليفون من كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق، نتكلم معاه اكتر كمان عن منتخبنا الاولمبي وعن مواجهات المنتخب الاولمبي في الفتره القادمه. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا مهندس، صحتك عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وبالصحه والسلامه، كل المشاهدين بخير يا رب. يا رب. في البدايه قبل ما اسال حضرتك عن المواجهات القادمه، عايز اسالك على ميكالي والحاله اللي عاملها ميكالي مع المنتخب الاولمبي، شفتها ازاي؟ وشفت كمان بالذات المباراه الاخيره فنيا، حضرتك تقيمها ازاي او كنت شايف ان هي عامله ازاي؟ الأول طبعا ألف مبروك للمنتخب الأولمبي الصعود لباريس، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله يوم السبت ويرجعوا بكأس البطولة عشان نحافظ على الكأس بتاعتنا اللي خدناها هنا. أعتقد إن ميكالي مدرب خططي تكتيكي ناجح جدا، بيلعب على تقفيل وسط الملعب وتقفيل خط الدفاع بدليل ما دخلش فينا هدف لحد دلوقتي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حمزه علاء وحسام عبد المجيد ومحمد مغربي، في ناس ابو محمد طارق، شايلين وحاتم سكر، سواء اي حد متواجد ما شاء الله بيلعب كويس جدا. الثلاثي بتوع نص الملعب هم اللي شايلين الفرقه، بنعتمد عليهم اعتماد كلي مع الهجمات المرتده عن طريق ابراهيم عادل واسامه فيصل، ومعاهم قطه ومعاهم ميسي لما بينزل. يعني الفرقه الى حد ما هو بيلعب بشكل دفاعي، ولكن بيعتمد على الهجمات المرتده وبيعرف يتقنها وبيعرف يحرز منها اهداف. التصويب كان ليه اثر كبير جدا في البطوله بالنسبه لنا، اعتقد ان احنا عملنا يعني احسن حاجه في النتائج. انت حتى لو ما كنتيش يعني الفرقه، يعني امكانيات اللعيبه مش على القدر اللي احنا كنا نتمناه، يعني الجيل اللي فات اعتقد يعتبر فنيا او مهاريا احسن بكتير، ولكن الفرقه دي منظمه جدا. ميكالي زي ما بتقولي كده معاه خطوط ماريونيت بيلعبها زي ما هو عايز، وقدر ينفذ ده بطريقه مميزه، وقدر ان هو يوصل للنهائي ويوصل لباريس زي ما بيقولوا كده بايه، باقل الفرص. احنا لو جبنا مجموع فرصنا يمكن اكتر فرص ضيعناها في الماتش الاولاني، 5 كور في العارضه، وبعد كده طول المباريات كنا بنلعب على ردة الفعل، بنحرز هدف وندافع ونلعب على ان احنا نجيب التاني او ان احنا ما يخشش فينا، والحمد لله ربنا وفقنا ودلنا على كده. حتى مباراة غينيا الاخيرة احنا ما كناش احسن من غينيا، ولكن قدرنا ان احنا نفوز بالمباراة، وهي فرقة الابطال كده، فرق الابطال مش مهم ان هي تكون احسن في الملعب، ولكن النتيجة اللي بتؤهلك طبعا، النتيجة بالظبط الاهم، ان انت تقدري تصعدي، والحمد لله ونتمنى لهم التوفيق يوم السبت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، واكيد طبعا ميكالي هيشتغل الفترة اللي جاية، خاصة ان المواجهة الجاية مواجهة مش سهلة. ولكن قبل ما ننتقل للمواجهة القادمة، عارفين طبعا ان حارس المرمى هو نصف الفرقة، حمزة علاء تألق الحقيقة المباراة اللي فاتت، رأي حضرتك إيه في مستواه؟ لا، هو حمزة علاء تألق من تاني مباراة، يعني هو من تاني مباراة هو شايل المنتخب لوحده. يمكن في تاني مباراة تحديدا في كورة شالها مرتين على بعض بالهيد في أقل من يعني من 3 متر، كان رد فعله هايل فيها. الماتش المباراة السابقة يمكن خد نجم المباراة بأربع تصديات ولا أروع. المباراة الثالثة في المجموعة كان من أحد أسباب في انفراد شاله، كنا ممكن وإحنا 0-0 كنا ممكن نبقى مغلوبين 1-0 وندور بقى على هدف عشان نتعادل عشان نصعد. فهو سهل المهمة. بالظبط، هو بيثبت كل يعني كل مباراه عن الثانيه انه امتداد للحراس الكبار في منتخب مصر والنادي الاهلي، ونتمنى له التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله هو خد احسن حارس في البطوله في دوري المجموعات. اتمنى من الله ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه ويحافظ على نظافه شباكه يوم السبت. مباراه صعبه، لكن يعني ان شاء الله خط دفاعنا وحارس مرمانا يقدروا يأهلونا. انا ما بقولش الهجوم، انا بقول الدفاع، لان دي طريقه ميكالي، وبقول ان الحارس والمدافعين هم ان شاء الله اللي هيبقى عليهم العبء الاكبر في خروجنا من المباراه دي بالمكسب، لان ان شاء الله هنعرف نسجل. انما هم فرقه المغرب فرقه متكامله جدا جدا، عندهم ثلاثي هجومي محترف، هم ال 26 لعيب محترفين على فكره بالثلاثه الاحتياطي اللي بره السكور، ففرقه كبيره وفرقه متكامله، ومعظمهم مولودين في اوروبا اصلا مش في المغرب. فيعني الفرقه فرقه من الفرق القويه، وامتداد لجيل المغرب الحالي. اعتقد
نتمنى التوفيق، لان هم عندهم زي ما بقول لك كده عندهم ثلاثي ثلاثي امامي رهيب رهيب، منهم اتنين كانوا من احسن اتنين في المجموعه في الدور الاولاني، فده الزلزولي طبعا يعني لازم احنا دفاعيا نبقى قافلين بالظبط تماما، لازم نبقى مركزين كويس جدا. بالظبط هي دي يعني. انا اعتقد انه برضه هيلعب بنفس السيستم بتاعه 4 3 3 اعتماد على الكرات الطوليه المرسله لابراهيم عادل او لاسامه فيصل عشان يكمل بيها على الخط يصلحها لحد جاي من تحت، وده اللي حصل في يمكن في اخر مباراتين وقدرنا نكسب بيه اخر مباراتين. اتمنى ان شاء الله هيحال في التوفيق ونقدر نوصل للبطوله لكاس البطوله بالطريقه دي ان شاء الله. يا رب يا كابتن، انا بشكر حضرتك ربنا جدا ميرسي جدا، ميرسي بشكرك ميرسي جدا كابتن احمد ميرسي فوزي، يا بشكر فندم حضرتك جدا على وجودك معانا، وطبعا بنتمنى احنا كمان التوفيق للمنتخب الاولمبي، الحقيقه عاملين حاله عظيمه جدا.